تأتي الحكومة العراقية الموقرة لتنفذ ما سعى إليه الإرهاب سابقا عندما فجروا البيت، الآن يقولون على مثال أن يقوم بإخلاء البيت. يا سادتي، الرأي الحر لا يمكن أن يخضع إلى الإرهاب والترهيب والترغيب. يا سادتي، لن نترك بغداد لغير العراقيين. يا سادتي، لن نترك بغداد لمن كسر الدستور وخرق الدستور والقانون. أنا أقول للحكومة العراقية الموقرة، أنتم تحاولون الآن تنفيذ ما فشل فيه الإرهاب باتجاه حزب الأمة العراقية عندما قمتم بإخلاء مقر حزب الأمة العراقية، عندما قمنا بمساندة شبابنا ورجالنا وأهلنا في الحق الدستوري في التظاهر، وأنتم تحاولون تنفيذ رغبات الإرهاب الآن من خلال إجبار مثال آلوسي على إخلاء بيته. سأبقى قادرا بعون الله على أن أصون الحاج أم أيمن، وسأصون والدتي، وسأصون مدينتي ودستوري وبلدي، وسيأتي اليوم الذي نتحاسب وجها إلى وجه بعون الله. سادتي الكرام، إذا كان هذا خطأ من شاب صغير لا يعي ما يفعل، فعلى الحكومة أولا أن تقدم اعتذار علني عن ما قامت بفعله المشين من خلال هذا الأمر المشين. وإذا كانت الحكومة مصرة على هذا الأمر، فلا لي وليس لي إلا أن أسخر وأستهزئ وأقول حسبي الله ونعم الوكيل.